صحة ونصيحة. كل الصحة السلامة والعافية نملها لكم مستمعينا أصدقائنا وفيانا في كل مكان. دعاءنا دوما لكل مرضانا وين مكان، وسواء مستشفيات عامة أو خاصة أو حتى في المنازل، بالشفاء العاجل إن شاء الله، وإن شاء الله طهور. حديثنا اليوم عن الفيتامينات التي تحتاجها المرأة الحامل، فهي تحتاج إلى عناية خاصة، خصوصا فيما يتعلق بالنظام الغذائي الذي يجب أن يحتوي على بعض العناصر والفيتامينات المفيدة لها وللجنين، لأن الالتزام بالنظام الغذائي الخاص أو بعض الفيتامينات يحمي صحة الأم وأيضا يحمي صحة الجنين. فالمرأة الحامل تحتاج إلى مجموعة من الفيتامينات والمكملات الغذائية للحفاظ على صحتها وصحة الجنين وإمدادها بما تحتاجه من فيتامينات ضرورية يحددها الطبيب وفقا لبرنامج محدد على مدار الأشهر التسعة للحمل. اليوم سيكون لنا حديث عن أهمية حفظ الفوليك للمرأة الحامل، فما هو حمض الفوليك، ما هي أهميته، ومتى يجب تناوله، كم يجب تناول الكمية حمض الفوليك، وهل يوجد في الغذاء حمض الفوليك. هذا ما سنتحدث عنه في ركن صحة ونصيحة مع الصيدلي أحمد الوافي. صباحك سعيد يا أحمد، شكرا على تلبيتك الدعوة. صباح الخير وشكرا على الاستضافة، وصباح الخير على كل مستمعي إذاعة الزبان، وإن شاء الله يكون يوم طيب وموفق للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم موضوع مهم جدا بالنسبة للمرأة الحامل، طبعا يساعد الحمل الصحي على إنجاب طفل سليم، لذلك يجب على الجميع يعني النساء الحوامل اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية. لذلك اليوم كما أسلفت حديثنا عن حمض الفوليك، فماذا نعني ويعني ما هو تعريف لحمض الفوليك؟ أولا نسمع كثيرا أن المرأة الحامل والكثير من النساء الحوامل هي أغلبيتهم يعرفوا حمض الفوليك. نطلق على هذا الاسم حمض الفوليك أو فيتامين بي 9 أو الفولات، كلها يعني مسميات لمركب واحد، وهو عبارة على فيتامين وهو ينتمي إلى عائلة فيتامين با وهو فيتامين بي 9. هذا الفيتامين له أدوار عديدة ومتعددة داخل الجسم، سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، وتزداد أهمية هذا الفيتامين بالنسبة للمرأة الحامل باعتبار أنه يكثر احتياجها لهذه الفيتامينات، ومن بينها فيتامين بي 9. أولا كملخص عام، الفيتامينات بصفة عامة تنقسم إلى قسمين، يوجد فيتامينات تذوب الدهون وهي ربعة، فيتامين A، فيتامين D، فيتامين E، فيتامين K، وكان فيتامينات ذوب في الماء وهي فيتامين سي وعائلة فيتامين بي. فعائلة فيتامين بي هي عبارة عن 8 أفراد من بينها فيتامين بي 9، هذا اللي نقوله حمض الفوليك أو مركب الفولات. الفرق بين حمض الفوليك والفولات إنه حمض الفوليك يعني يتواجد على مستوى الطبيعة وكمكمل غذائي، فلما يدخل الجسم يتحول إلى فولات، وبالتالي الفولات هو الصيغة الفعالة أو الميتابوليت أو المستقلب لحمض الفوليك. طبعا فيتامين بي 9 له أدوار عديدة داخل الجسم، من بين أهم هذه الأدوار أولا يدخل في تشكيل اللاديان الدي ان اي وتشكيل الكروموزومات، لذلك احنا نقول باللي مهم جدا لتشكيل الجنين، لأنه الجنين في فترة في 3 أشهر الأولى تقريبا يتشكل فيها الجنين وتشكل فيها الخلايا، وبالتالي في حالة يعني وجود هذا الفيتامين راح يتشكل الخلايا بشكل سليم دون وجود تشوهات وراح يدخل بالتحديد في تشكيل الجهاز العصبي، لأنه راح يشكل فيه تشكيل الدماغ ويدخل فيه تشكيل الحبل الشوكي، ونقص هذا الفيتامين راح يؤدي إلى مشاكل. هذا الفيتامين ما عندوش علاقة بوجود الحمل من عدم وجود الحمل، عنده علاقة بصحة الجنين وتكوين الجنين، لذلك كان واحد المعلومة مغلوطة يقول لك هذا الفيتامين راح يزيد في يعني احتمالية الحمل، لا هو ما عندوش علاقة بالحمل، نعم. بقدر عنده علاقة بتشكيل الصحي والسليم، بالإضافة إلى أنه هذا الفيتامين يساعد على القضاء على بعض المواد السامة داخل الجسم، مثلا مادة
الهوموسيسين، هذه المادة هذه لما تكثر داخل الجسم تخرب الجهاز الدوري الدموي وتحدث الجلطات الدموية. ففي حالة يعني وجود هذا الفيتامين راح تنقص هذه المادة، وبالتالي راح الجهاز الدوري ما يتخربش، ومنه الجهاز الدوري للمرأة الحامل. هذا الفيتامين كما قلنا يساعد في تشكيل الأديان، ويساعد اصلا في يعني ريبير، يعني يساعد في عمليه يعني اعاده هيكله الاديان، وبالتالي راح يحارب مختلف السرطانات ومن بينها سرطان الثدي للمراه، باعتبار انه راح يشكل اديان وراح يساعد في ريبير او عمليه يعني اعاده اصلاح الاديان. هذا الفيتامين كما قلنا فيتامين مهم جدا، لانه يساعد في انقسام الخلايا، باعتبار انه كما قلنا يشكل اديان فيساعد في انقسام كريات الدم الحمراء. ولذلك نقول نقص هذا الفيتامين يؤدي الى فقر الدم، والمرأة في هذه الفترة تحتاج إلى وفرة من الدم حتى يصل الدم بالكمية الكافية بالأغذية والأكسجين للجنين. فهذا الفيتامين من بين أهم أدواره أنه راح يقضي على فقر الدم، نسموه ميغالوبلاستيك أنيميا، لأنه كريات الدم الحمراء عندها واحد الحجم معين وتنقسم. هذا كان انقسام يحتاج إلى وجود الأديان، ففي قلة هذا الفيتامين ينقص الأديان وما يكونش المقدرة لكرة الدم الحمراء على أنه تنقسم، وبالتالي راح تصاب المرأة بفقر الدم. فضرورة وجود هذا الفيتامين للقضاء على فقر الدم، ومن معروف أنه معظم النساء الحوامل يعانوا من فقر الدم بالإضافة إلى الحديد. وحنا ركزنا على 3 أشهر الأولى للحمل، لأنه هذه الفترة اللي راح يتشكل فيها الجنين. وحنا دائما ننصح إنه المرأة إذا كان أصلا خطط للحمل، إذا كان يعني تفكر في الحمل 3 أشهر قبل الحمل يعني تبدأ تشرب هذا الفيتامين. من الأحسن بطريقة يومية. بطريقة يومية، لأنه احتياجها اليومي راح يكون تقريبا حوالي 400 ميكروغرام من هذا المركب، وهذا المركب يتواجد على مستوى الأغذية، لكن في بعض الحالات ما يكونش الغذاء يعني يوفر هذا الاحتياج. فالمرأة الحامل التي تخطط للحمل من المفروض أنه 3 أشهر قبل، لأنه 3 أشهر أصلا راح تكون كافية لتشكيل كرة الدم الحمراء، لأنه من المعروف أن كرة الدم الحمراء راح تدوم حوالي ما بين 100 يوم و120 يوم. ففي حالة وجود هذا الفيتامين راح تشكل كريات الدم الحمراء وتنقسم بالشكل السليم، وبالتالي راح تقضي الأم على الأنيميا. لما نقول تقضي المرأة الحامل على الأنيميا يعني أوتوماتيكيا راح يكون وفرة من كريات الدم الحمراء، وبالتالي وفرة من نقل الأكسجين للجنين وتشكل الجنين، ووفرة من نقل هذه المركبات الغذائية اللي يحتاج الجنين في التشكل. ونزيد نركزوا على أنه في بعض الحالات الأم تقول لك أنا درت تحليل الأفناس وما لقيتش عندي فقر الدم، في هذه الحالة يكون حمض الفوليك مش مهم للأم بقدر ما هو مهم للجنين. ففي حالة نقص هذا الفيتامين رح ما يتشكلش الجهاز العصبي واللي هو الحبل الشوكي والدماغ للجنين بشكل جيد، وهذا المرض نسموه سبينا بيفيدا، يعني لما يكون عن انشقاق في أو فتق في الحبل الشوكي للجنين، ولما الأم لما يزيد الطفل تكون عنده مشاكل على مستوى الدماغ أو مشاكل في العمود الفقري، هو كان عنده نقص في حمض الفوليك. لذلك هذا الحمض راه مهم جدا للمرأة، خاصة للمرأة الحامل. طبعا بالإضافة يعني الفوائد التي ذكرتها يا أحمد، حمض الفوليك ثاني قبل وأثناء الحمل يحمي الطفل ربما من يعني كنا ذكرنا بعض العيب الخلقي كانقسام الشفة، أكيد الشفة المشقوقة أو انخفاض الوزن أو الولادة المبكرة أو الإشهاد، لأنه قد يؤدي نقص هذا الفيتامين كما قلنا إلى نقص الدم، وبالتالي نقص التروية، وبالتالي نقص هذه المركبات الغذائية اللي راح تشكل الجنين بشكل سليم. كما أنه بعض الدراسات تقول أنه هذا حمض الفوليك قد ينصح به للمرأة طيلة 9 أشهر، لأنه بعد 3 أشهر ما راحش يكون عنده أهمية كبيرة للجنين بقدر ما راح يكون راح يحميها من لاكوشمو يعني بريكوس، يعني هذاك وضع الجنين قبل الوقت. فبعض الحالات يعني الطبيب راح يعطي هذا الحمض أو حمض الفوليك اللي معروف عند النساء بدواء زانيترا، يعطيه مدة 9 أشهر من باب أنه يحمي الجنين من تشوهات، بالإضافة إلى أنه يحمي الأم من الوضع المبكر لهذا الجنين، وبالتالي سلامة الجنين. طيب خلينا ربما نعطي للنساء الحوامل يا أحمد عن مصادر حمض الفوليك، يعني المصادر الطبيعية، فيما تكمن هذه المصادر؟ اولا حمض الفوليك هو اصلا اسمه مستخلص من فوليات هي عباره عن في او اوراق، وبالتالي هو مصدره مصدر نباتي، يعني متواجد على الاوراق الخضراء للنبات، يعني ليفي فيجيتابلز، يعني اي نبات
أخضر مثلا أوراقه خضراء، أوراقه خضراء خاصة الخضراء الداكنة، يكون متواجد فيها حمض الفوليك، والجسم يحتاج كمية كبيرة. فبالتالي يعني تناول الأم لهذه خاصة بعض المركبات ومن بينها مثلا السلق مثلا يكون متواجد فيها حمض الفوليك بشكل كبير، المكسرات أيضا فيها حمض الفوليك، بالإضافة إلى بعض الفواكه مثلا الحمضيات. وكان عندنا واحد الأكلة متواجدة عندنا وهي البصل ذو الأوراق الخضراء، مش البصل ذو الأوراق الخضراء. أوراق الخضراء اللي كان في البصل أهم من البصل في حد ذاته، فيكون الأوراق الخضراء تكون غنية بحمض الفوليك، بالإضافة إلى اللفت اللي هو الخردل، فيه أيضا هو وأوراقه بالإضافة للكرومب أيضا فيه إذا كان يعني الأم قدرت توفر هذه المركبات في هذه الفترة اللهم بارك، إذا كان ما قدرتش رح نلجأ أولا المكملات الغذائية. والمكملات الغذائية يعني متواجدة على مستوى الصيدليات ومتوفرة وما هيش يعني مكلفة حتى المرأة، يعني لاحظوا باللي كثير من النساء نسمعوا أنه نقول لك أنا معطاني طبيب زنيدرة وما شربتوش مدى اللي والو لا، في هذه الحالة رح يكون مهم جدا، لأنه ما تدش احتياجك اليومي هاو كفاك ولا ما كفاكش من هذه التغذية. وبالتالي ضرورة وجود يعني مكمل غذائي وعلى رأسها دواء زنيدرة حتى يعني يغطي احتياجك من هذاك الحمض. طيب يا أحمد، قد يتفاعل المكمل الغذائي مع حمض الفوليك مع الأدوية، يعني هنا قد يسبب بعض الأضرار، هل يعني ممكن أن تذكر لنا بعض يعني أنها المرأة الحامل تتجنب يعني أخذ المكملات الغذائية مع حمض الفوليك مع بعض الأدوية؟ أكيد، هو في الأصل هذه المكملات الغذائية يتم اللجوء إليها إذا كان الشخص يعني ما وفرش احتياجه من التغذية، لأن الأصل هي التغذية. في بعض الحالات رح يكون المبالغة في حمض الفوليك له عدة مضاعفات، يعني هذا يحبين أن تشغلنا لها يا أحمد، لأنه هو في الأصل فيتامين بي 9 وفيتامين بي 12 في الأصل هما يدخلوا في انقسام خلايا كرة الدم الحمراء. ففي بعض الحالات لما المرأة تتناول كثيرا حمض الفوليك أو فيتامين بي 9 رح يغطي عيوب فيتامين بي 12، وفيتامين بي 12 له أدوار مهمة جدا في الجهاز العصبي، فرح يغطي لك يعني مشاكل يعني وضعف هذا الفيتامين داخل الجسم. فبالتالي رح نوصل إلى مرحلة أنه في حالة كثرة هذا المركب أو كثرة هذا الحمض رح يؤدي لك إلى أنه شخص ما ينتبهش إلا أنه عنده مشكل في فيتامين بي 12، ومشاكل فيتامين بي 12 يعني مشاكل irreversible، يعني ما تقدرش من بعد ترجع لها. من بينها مثلا النسيان، ظهرت النسيان، مشاكل عصبية، يعود الشخص ما يتحكمش يعني حتى في الحركة نتاعه، ويضعف فيتامين بي 12، وهذا المشكل ما يظهرش في حالة وجود فيتامين بي 9. ففي حالة يعني تناول أو كثرة تناول هذا المركب قد يغطي عيوب نقص فيتامين بي 12. فلذلك ننصح الأم أو المرأة الحامل تتناول هذا المركب بنصائح الطبيب وبكميات وبجرعات محددة، بالإضافة إلى أن هذا المركب اللي هو حمض الفوليك المتواجد على الصيدليات مش كله يستقلب، يعني مثلا كاين كمية منه يحولها الجسم فقط، الكمية الزائدة يخزنها وقد تكون لها أضرار على الجسم أكثر من منافعها. وبالتالي احنا دائما ننصح، أصلا الجسم يحتاج حوالي نص ميلي جرام، يعني كمية قليلة، ويعني الدواء المتواجد حوالي 5 ميلي جرام. فكمية المضاعفات والمظاهر التي يعني تدل على أنه أكثر من أخذ هذا المكمل أو حمض الفوليك، من بين أهم، أولا تحس المرأة تحس مثلا بالمغص كثرة من هذا المركب، تحس في بعض الحالات أنه جهاز العصبي ما يركزش بزاف لكثرة هذا، لأنه كما قلنا نقص فيتامينات أخرى، بالإضافة إلى أنه إحنا الجسم راح يحافظ على هذا الفيتامين طيلة حوالي 3 أو 4 أشهر. فبالتالي يعني أنه المرأة تحاول تتناول هذا المركب يوميا من باب أنه راح تخزن هذا المركب، يعني فكرة خاطئة، لأنه هذا الفيتامين راح يخزنه الجسم من 3 إلى 4 أشهر. لذلك إحنا نصحنا أنه الأم يعني تركز على شرب هذا الحمض 3 أشهر قبل الحمل، لأنه 3 أشهر قبل الحمل راح يكون مخزونها، في 3 أشهر الأولى بعد الحمل راح يكون مخزون كافي. فبالتالي ما خصهاش أن تبالغ في أخذ هذا الحمض يعني من سراسها، حلا خصها تعرف أنه تحتاج كميات قليلة واحتمالية أنه راح توفرها من الغذاء، وبالتالي بلك أصلا ما يحتاجوش هذا المركب. فأخذ هذا المركب يعني بكميات وبجرعات محددة له عدة فوائد، ونركزوا كما قلنا أنه هذاك الدواء اللي تناوليه مش كله يتم تحويله أو ميتابوليت يكون ميتابوليت أكتيف داخل الجسم، فكمية قليلة منه فقط هي التي تحول ويستغلها الجسم، أما الكمية الأخرى قد تكون كمية مضرة للجسم أكثر منها نافعة. طبعا يعطيك الصحة أحمد على هذه النصائح، ربما أيضا في الأخير تنوه ببعض النصائح التي يجب للمرأة الحامل أخذها بعين الاعتبار في تناولها لحمض الفوليك.
أولا أنصح المرأة الحامل دائما بأخذ هذا الدواء، خاصة في 3 أشهر أولى أو 3 أشهر قبل التخطيط للحمل، لأنه مهم جدا. إذا كان مش مهم ليك راه مهم للجنين، لأنه في الكثير من الحالات يكون تشوهات الأجنة وعدم تشكل الحبل الشوكي والدماغ يكون مشاكله ونقص هذا الحمض، وهذا الحمض راه مفيد جدا للصحة العامة بصفة عامة. إذا كان يعني ما نفعكش ما راحش يضرك بزاف يعني، أصلا هو عبارة عن فيتامين راح يفيدك يعني. وبالتالي يعني ننصح الأم بأخذ هذا المركب، لأنه كثير نشوف النساء يقول لك المرأة عطاني طبيب دواء زانيترا وما شربتوش مدى اللي والو. يمكن في الحمل الأول مدى لك والو أنه عندك مخزون كافي من هذا الحمض، لكن مع الوقت ومع تقدم السن ومع ضعف مثلا المعدة وضعف عملية الامتصاص وضعف التغذية راح يكون عندك مونك أو نقص في هذا الفيتامين. وبالتالي نركزوا على هذا الحمض لأنه مهم جدا للمرأة الحامل، وهذا هو أصلا كان الهدف من هذه الحصة. نشكرك جزيل الشكر الصيدلي أحمد الوافي على كل ما أجدت به من معلومات ونصائح للمرأة الحامل التي نأمل لها كل الصحة والعافية ووضع طيب إن شاء الله. نتمنى لك يوما طيبا وموفقا إن شاء الله في مجال عملك. شكرا، بارك الله فيك.